الفصل الأول لا تحاول كان تشارلز بوكوفسكي مدمنا على الكحول وكان مقامرا وزير نساء وبخيلا اخرق ومتهربا من سداد ديونه وكان في اسوأ ايامه شاعرا لعله اخر شخص على وجه الارض يمكن ان تلتفت اليه طالبا منه نصيحه من اجل حياتك. أو آخر شخص يمكن أن تصادفه في أي نوع من أنواع كتب المساعدة الذاتية وتطوير الذات أو السلف هلب وهذا ما يجعله نقطة بداية مثالية لهذا الكتاب. أراد بوكوفسكي أن يكون كاتبًا، لكن عمله ظل عقودًا من السنين يواجه بالرفض من جانب كل مجلة وصحيفة ونشرة دولية وناشر يعرض ذلك الكتاب عليه. كانوا يقولون إنه عمل في غاية السوء عمل فظ ومقزز وفقير ومع تراكم رسائل الرفض عليه كان ثقل الفشل المتزايد يدفعه أعمق فأعمق في هاوية اكتئاب يغذيه الكحول اكتئاب لم يفارقه معظم فترة حياته كان بوكوفسكي عمل نهاري في تصنيف الرسائل في أحد مكاتب البريد مقابل أجر قليل جدا وكان ينفق أكثر ذلك المال على الشراب ثم يخسر بقيته في القمار كان يشرب وحيدا في الليل ويكتب بعض الشعر أحيانا على آلة كاتبة عتيقة كان يملكها كثيرا ما يستيقظ فيجد نفسه نائما على الأرض حيث فقد وعيه في الليلة السابقة مضت ثلاثون سنة على هذه الحال ثلاثون سنة كان الشطر الأعظم منها سديما عديم المعنى من الكحول والقمار والعاهرات بعد ذلك عندما بلغ بوكوفسكي الخمسين أي بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات أبدى اهتماما غريبا بكتابه محرر في واحدة من دور النشر المستقلة الصغيرة ما كان ذلك المحرر قادرا على منح بوكوفسكي مالا كثيرا ولا على وعده بمبيعات كثيره لكنه اظهر عطفا غريبا تجاه ذلك السكير الفاشل فقرر المراهنه عليه ادرك بوكوفسكي ان تلك كانت اول صفقه حقيقيه يحصل عليها وادرك انه من الممكن ان تكون اخر صفقه تاتيه ايضا كتب في رده على رساله المحرر لأن اختار واحدا من اثنين البقاء في مكتب البريد حتى اجن تماما او البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتضور جوعا لقد قررت ان اتضور جوعا وبعد توقيع العقد انجز بوكوفسكي روايته الاولى في ثلاثه اسابيع وقد وضع لها اسما في غايه البساطه مكتب البريد، وفي المكان الذي يكتبون فيه الاهداء، كتب بوكوفسكي مهداة إلى لا أحد. قيد لبوكوفسكي أن يصير روائياً ناجحاً وشاعراً ناجحاً. نشر ست روايات ومئات القصائد وباع أكثر من مليوني نسخة من كتبه. خالفت الشعبية التي حققها توقعات الجميع، بل خالفت توقعاته هو خاصة. تشكل قصص الناس من امثال بوكوفسكي قوه يوميه لحكاياتنا الثقافيه وتجسد حياه بوكوفسكي الحلم الامريكي رجل يكافح من اجل ما يريده ولا يستسلم ابدا ثم يحقق في النهايه اكثر احلامه جنونا يُشبه هذا فيلمًا ينتظر من يخرجه ننظر جميعًا إلى قصص من نوع قصة بوكوفسكي ويقول أحدنا للآخر أرايت أنه لا يستسلم أبدًا لا يكف عن المحاولة أبدًا إنه مؤمن بنفسه دائمًا لقد واصل الإصرار في وجه العقبات كلها وتمكن من جعل نفسه شيئًا مهمًا عندها يكون غريبًا أن نقرأ الكتابة المنقوشة على قبر بوكوفسكي لا تحاول هل رايتم رغم مبيعات كتبه ورغم شهرته كان بوكوفسكي فاشلا وكان يعرف هذا لم يكن نجاحه نابعا من تصميمه على الفوز بل من حقيقه ادراكه انه شخص فاشل ومن قبوله تلك الحقيقه ثم من كتاباته عنها بكل صدق لم يحاول بوكوفسكي ابدا ان يكون شيئا غير ما كانه حقا ليست عبقريه اعمال بوكوفسكي كامنه في التغلب على عقبات لا يصدقها عقل ولا في تطوير نفسه الى ان يصير نبراسا ادبيا متعلقا كان الأمر عكس ذلك تماماً، إن قابليته البسيطة لأن يكون صادقاً مع نفسه كل الصدق من غير أن يحيد عن ذلك قيد أنمل، بل صادقاً مع أسوأ ما فيه خاصة، أو أن يتحدث عن إخفاقاته من غير أي تردد أو شك. تلكم هي القصه الحقيقيه لنجاح بوكوفسكي احساسه بالراحه تجاه فشله لم يكن بوكوفسكي مباليا بالنجاح وحتى بعد ان صار شهيرا ظل يستقبل في لقاءات قراءته الشعريه اشخاصا بؤساء اساءت اليهم الحياة اساءة حقيقية. ظل يكشف عن عريه امام الناس ويحاول ان ينام مع كل امرأة يستطيع العثور عليها. لم يجعله النجاح والشهرة شخصا احسن من ذي قبل، ولم يصبح ناجحا شهيرا عن طريق تحوله الى شخص افضل. كثيرا ما ياتي النجاح والتطور الذاتي مترافقين معا لكن هذا لا يعني بالضرورة انهما شيء واحد. تركز ثقافتنا اليوم تركيزا مفرطا يكاد يكون حصريا على التوقعات والامال الايجابية الى حد غير واقعي. كن اكثر سعادة. كن أكثر صحة، كن الأفضل، كن أحسن من الآخرين، كن أكثر ذكاء، وأكثر سرعة، وأكثر ثراء، وأكثر إغراء، وأكثر شعبية، وأكثر إنتاجية، وأكثر استقطابا لحسد الناس، وأكثر استقطابا لإعجابهم، كن كاملا مدهشا وتبرز سبيكة ذهبية من عيار 24 قيراطا قبل إفطارك كل يوم، وأنت تمنح زوجتك الجميلة وأطفالك قبلة الصباح. ثم انطلق بطائرتك الهليكوبتر الخاصه الى عملك الرائع الذي يرضي طموحك حيث تمضي ايامك في اداء مهام كبيره المغزى الى حد لا يصدق اعمال من المحتمل ان تنقذ هذا الكوكب ذات يوم لكنك اذا توقفت وفكرت في الامر مليا ستجد ان النصائح التقليديه للحياه كل تلك الاشياء الايجابيه الفرحه المصممه للمساعده الذاتيه التي نسمعها طيله الوقت هي في واقع الامر نصائح تركز على ما انت مفتقر اليه انها موجهه توجيها دقيقا مثل شعاع من الليزر الى ما تراه نقائصك الشخصيه ومواضع فشلك وهي تشدد عليها حتى تراها جيدا انت تتعلم اشياء عن افضل الطرق لكسب المال لانك تحس ان المال الذي تجنيه ليس كافيا وانت تقف امام المراه وتكرر عبارات تؤكد بها لنفسك على انك شخص جميل لانك تحس كما لو انك لست جميلا حقا وانت تتبع النصائح المتعلقه بالعلاقات والمواعده لانك تحس نفسك شخصا لا يمكن ان يحبه احد على نحو طبيعي وانت تجرب تمرينات غبيه حمقاء تتصور نفسك من خلالها شخصا اكثر نجاحا لانك لا ترى نفسك ناجحا بما فيه الكفايه والمفارقة المضحكة في ذلك كله أن هذا التركيز الشديد على ما هو إيجابي على ما هو أكثر تفوقا لا يفعل شيئا غير تذكيرنا مرة بعد مرة بما لسنا عليه أو بما نحن مفتقرون إليه أو بما يجب أن نكون لولا فشلنا في آخر المطاف ندرك كلنا ان ما من امراه سعيده حقا تجد في نفسها حاجه الى الوقوف امام المراه لتكرر القول انها سعيده انها سعيده بالفعل من غير حاجة إلى ذلك لديهم في تكساس مثل يقول أصغر الكلاب أشدها نباحا لا يجد رجل واثق من نفسه حاجة إلى البرهنة أنه واثق من نفسه، ولا تجد امرأة ثرية حاجة إلى إقناع أي كان بأنها ثرية إما أن تكون شيئا أو لا تكونه، وإذا كنت تحلم بشيء ما طيلة الوقت فأنت تعزز الواقع نفسه مرة بعد مرة أنك لست كذلك. يحاول كل شخص ويحاول كل إعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بأن مفتاحك إلى الحياة الجيدة هو وظيفة أحسن من وظيفتك أو سيارة أكثر فخامة من سيارتك أو صديقة أكثر جمالا من صديقتك أو حوض استحمام حار له بركة قابلة للنفخ من أجل الأطفال ويخبرك العالم كله دائما أن الطريق إلى حياة أفضل هو المزيد والمزيد والمزيد. اشتري أكثر واكسب أكثر واصنع أكثر وضاجع أكثر وكن أكثر في كل شيء وأنت تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعوك كلها إلى المبالاة أكثر فأكثر في كل شيء وطيلة الوقت يجب أن تكون أكثر اهتماما يجب أن تكون أكثر اهتماما بأن تقضي عطلة أفضل من التي يقضيها بقية زملائك، ويجب أن تهتم أكثر بشراء تلك التزيينات الجديدة الجميلة التي توضع على المرج في حديقة بيتك. عليك أيضاً أن تهتم بالحصول على النوع الصحيح من عصا السيلفي. لماذا؟ أظن أن الإجابة بسيطة، وهي لأن الاهتمام أكثر بأشياء أمر ملائم تماماً لمصالح الشركات. صحيح أنه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة. إلا أن المبالغة في الاهتمام بذلك أمر سيء لصحتك العقلية، إنه يجعلك زائد التعلق بما هو سطحي مزيف، ويجعلك تكرس حياتك لملاحقة سراب سعادة أو إحساس بالرضا، ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاحا لحياة جيدة، ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاح لحياة جيدة، بل المفتاح هو الاهتمام أقل، الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي اني هام الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها هنالك هوس خبيث يمكن ان يصيب دماغك بل يمكنه اذا سمحت له ان يجعلك معتوها تماما ان كان ما ساقوله الان يبدو مالوفا لك فاخبرني ينتابك القلق فيما يتعلق بمواجهه شيء ما في حياتك ثم يجعلك هذا القلق عاجزا عن فعل اي شيء وتبدا التساؤل عن سبب قلقك هذا انت تصير الان قلقا بخصوص ما يتعلق بقلقك اوه لا انه قلق مزدوج مكرر انت الان قلق بخصوص ما يتعلق بقلقك وهذا ما يسبب لك مزيدا من القلق اسرع أين الويسكي؟ أو لنقل إن لديك مشكلة غضب، ينتابك الغضب بسبب أشياء شديدة الغباء، بسبب أشياء شديدة التفاهة، ولا فكرة لديك أبدا عما يجعلك غاضبا هكذا، ثم يبدأ إدراكك حقيقة أنك تغضب بسهولة إلى هذه الدرجة يسبب لك انزعاجا وغضبا أكثر من ذي قبل، ثم تدرك في غمرة غضبك الشديد ذاك أن غضبك الدائم هذا يجعلك شخصا ذحلا لئيما. أنت تكرهه إلى حد يجعلك غاضبا من نفسك أيضا. تغضب من غضبك. اللعنه عليك ايها الجدار خذ هذه اللكمه اخ يدي او انك تكون شديد قلق طيله الوقت بخصوص ما يتعلق بفعل الشيء الصحيح الى حد يجعل قلقك هذا مصدر قلق جديد لك او ان لديك احساسا شديدا بالذنب نتيجه كل غلطه ترتكبها الى حد يجعلك تبدا الاحساس بالذنب تجاه نفسك لان لديك هذا الاحساس بالذنب كله أو أنك تجد نفسك مرات كثيرة شخصا حزينا وحيدا إلى حد يجعلك تشعر بحزن أكبر ووحدة أشد لمجرد التفكير في هذا الأمر. أهلا بك في الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها، من المحتمل تماما أنك وجدت نفسك حبيس هذه الحلقة عدة مرات من قبل، بل لعلك واقع فيها الآن وفي هذه اللحظة يا إلهي! إنني أقع في هذه الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها طيلة الوقت! كم أنا فاشل! لأن هذا يحدث لي دائما! علي أن أتوقف! آه يا إلهي! أحس نفسي شخصاً فاشلاً تماماً لأنني أدعو نفسي فاشلاً! يجب أن أتوقف عن إطلاق هذه الصفة على نفسي! أوه! اللعنة على كل شيء! إنني أفعلها من جديد! ألا ترون أنني شخص فاشل؟ يا للهول! اهدا يا صديقي اسمع ثم لك ان تصدق او لا تصدق هذا جزء من جمال ان تكون انسانا سوف اقول لك قبل كل شيء قليله جدا هي الحيوانات التي تمتلك قدره على التفكير في اشياء تقنع نفسها بها وأما نحن البشر فلدينا رفاهية قدرة امتلاك أفكار عن أفكارنا وهكذا فإنني قادر على التفكير في مشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب ثم أبدأ التفكير مباشرة في أنني شخص مختل عقليا لأنني أريد أن أرى تلك الفيديوهات على يوتيوب أوه إنها أعجوبة العقل البشري ها هي مشكلتنا الآن، إن مجتمعنا اليوم من خلال الأعاجيب التي تفعلها بنا ثقافة الاستهلاك ورسائل من قبيل انظر حياتي أجمل من حياتك التي تمطرنا بها وسائل التواصل الاجتماعي، قد أنتج جيلًا كاملًا من الناس الذين يظنون أن امتلاك هذه التعابير السلبية القلق والخوف والإحساس بالذنب إلى آخره أمر غير جيد على الإطلاق. ما أعنيه هو أنك إذا نظرت إلى ما يأتيك عبر فيسبوك فأنت تجد أن كل شخص في العالم يعيش وقتا رائعا انظر تزوج ثمانية أشخاص هذا الأسبوع وقد ظهرت على التلفزة فتاة في السادسة عشر من عمرها حصلت على سيارة فراري هدية في عيد ميلادها وهنالك طفل آخر كسب مليوني دولار لأنه اخترع تطبيقا يزودك أوتوماتيكيا بمزيد من ورق المرحاض اذا نفذ ما لديك منه اما انت فانك جالس في بيتك تنظف اسنان قطتك لا يمكنك التفكير عند ذلك إلا في أن حياتك بائسة، بل إنك تراها بائسة أكثر حتى أكثر مما كنت تظن، لقد صارت الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها جائحة متفشية في كل مكان، وهي تجعل الكثير منا واقعين تحت ضغط نفسي زائد، تجعلهم متوتري الأعصاب كثيرا، وتجعلهم يكرهون أنفسهم إلى حد مبالغ فيه، في أيام أجدادنا، كان الجد يمر بحالة سيئة فيقول في نفسه: "اللعنة على هذا كله، من المؤكد أنني أشعر اليوم كما لو أنني رث بقرة لا أكثر، لكن وماذا؟ أظن أن الحياة هكذا، فلا أعد إلى جرف القش. وأما نحن فماذا لدينا الآن؟ الان اذا انتابك شعور سيء تجاه نفسك ولو مده خمسه دقائق فقط فانك تجد نفسك على الفور امام مئات الصور لاشخاص سعداء تماما يعيشون حياه مدهشه الى اقصى حد ويصير من المستحيل ان ترد على نفسك الاحساس بان فيك بالتاكيد اشياء غير صحيحه حتى يكون وضعك اقل منهم هذا الجزء الاخير هو ما يجعلنا نعاني، نشعر بالسوء لاننا نشعر بالذنب، ونغضب لاننا نشعر بالغضب، ونقلق لاننا نشعر بالقلق. اوف ما هي مشكلتي؟ هذا ما يجعل اللامبالاة امرا حسنا، هذا ما يجعل عدم الافراط في الاهتمام هو ما سينقذ العالم، وسوف تنقذه انت من خلال قبولك أن العالم مكان سيء، وأن هذا شيء لا بأس به، لأن العالم كان هكذا على الدوام، ولأنه سيظل هكذا على الدوام، من خلال عدم اكتراثك بأن يكون لديك شعور سيء، فإنك تبطل مفعول تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها، أنت تقول لنفسك: لدي إحساس سيء، حسنا، ما أهمية هذا؟ ثم وكأن أحدا رشك بمسحوق اللامبالاة السحرية، تجد أنك قد توقفت عن كره نفسك لأنك تشعر بهذا السوء كله. إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما، لقد قال جورج أورويل: إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما في حاجة إلى نظار مستمر. حسن جدا، إن الحل لقلقنا وتوترنا موجود أمام أنوفنا تماما لكننا منشغلون عنه بمشاهدة الأفلام الإباحية والإعلانات عن آلات اللياقة البدنية التي لا نفع منها إلى حد يجعلنا غير قادرين على رؤية ذلك الحل لأننا نمضي أوقاتنا في التساؤل عن السبب الذي يجعلنا غير قادرين على لفت أنظار فتاة شقراء مثيرة بعضلات بطوننا المشدودة نتبادل عبر الانترنت نكاتا عن مشكلات العالم الأول لكننا سرنا ضحايا نجاحنا في حقيقة الأمر المشكلات الصحية الناجمة عن الشدة النفسية واضطرابات القلق وحالات الاكتئاب التي شهدت زيادة صاروخية خلال ثلاثين عاما مضت رغم أن كلا منا صارت لديه شاشة تلفزيون مسطحة وصار قادرا على طلب مشترياته إلى البيت لم تعد أزمتنا مادية بل هي أزمة وجودية أزمة روحية لدينا كثرة زائدة إلى حد يجعلنا غير عارفين بالشيء الذي يجب أن نمنحه اهتمام وبما ان هنالك الان كميه لا نهايه لها من الاشياء التي نستطيع رؤيتها او معرفتها فان هنالك ايضا عددا لا نهايه له من الطرق التي تسمح لنا باكتشاف اننا لسنا اهلا لذلك واننا لسنا جيدين كما يجب وان الاشياء ليست عظيمه رائعه كما يمكن ان تكون وهذا كله يمزقنا من الداخل نحن نتمزق من الداخل لان هناك ذلك الشيء الخاطئ في طوفان الهراء الذي ياتينا تحت عنوان كيف تكون سعيدا؟ والذي جرت مشاركته على فيسبوك 8 ملايين مره خلال السنوات القليله الماضيه. هاكم ما لا يدركه احد فيما يتعلق بهذا الكلام الفارغ كله. ان الرغبه في مزيد من التجارب الايجابيه تجربه سلبيه في حد ذاتها، والمفارقه ان قبول المرء تجاربه السلبيه تجربه ايجابيه في حد ذاتها نعيدها من جديد ان الرغبه في مزيد من التجارب الايجابيه تجربه سلبيه في حد ذاتها والمفارقه ان قبول المرء تجاربه السلبيه تجربه ايجابيه في حد ذاتها هذا شيء يتعب العقل حقا لا باس سوف اعطيكم الان دقيقه لاراحه عقولكم وربما للاستماع الى ذلك من جديد الرغبة في التجارب الإيجابية تجربة سلبية وقبول التجارب السلبية تجربة إيجابية هذا ما كان الفيلسوف آلان وات يشير إليه باسم القانون التراجعي أي فكرة أنك كلما سعيت إلى أن يكون إحساسك أفضل طيلة الوقت كلما تناقض رضاك لأن ملاحقة شيء ما لا تفعله إلا تعزيز حقيقة أنك مفتقر إلى ذلك الشيء أصلا كلما كنت شديد الرغبة في أن تكون ثريا كلما شعرت بأنك فقير لا قيمة له وذلك بصرف النظر عن مقدار ما تجنيه من مال في واقع الأمر وكلما ازدادت رغبتك في أن تكوني جذابة مثيرة مرغوبة كلما صرت ترين نفسك أكثر بشاعة وذلك بصرف النظر عن مظهرك الجسدي الحقيقي. وكلما اشتدت رغبتك في ان تكوني سعيده محبوبه، كلما صرت اكثر احساسا بالوحده والخوف بغض النظر عن اولئك الموجودين من حولك، وكلما ازداد حرصك على ان تكون مستنيرا من الناحيه الروحيه، كلما صرت اكثر ضحاله وتمركزك حول نفسك رغم سعيك الجاد الى اكتساب البصيره الروحيه العميقه. يشبه هذا ما حدث لي عندما دست في بقعه من اسيد حارق فصرت أحس البيت يبتعد عني كلما سرت في اتجاهه أكثر نعم إنني أستخدم هذه الهلوسة عن الأسيد الحارق لكي أوضح نقطة فلسفية تتعلق بالسعادة هل هو سخف؟ لست مهتما بهذا يقول الفيلسوف الوجودي ألبير كامو وانا واثق من انه لم يكن يتعاطى عقاقير الهلوسه في ذلك الوقت. لن تكون سعيدا ابدا اذا واصلت البحث عما تتكون السعاده منه، ولن تعيش حياتك ابدا من الباحثين عن معنى الحياه. اوه يمكننا التعبير عن هذا بشكل اكثر بساطه، لا تحاول، اعرف ما تقولونه لي الان. مارك ما تقوله مثير تماما، لكن ماذا عن سيارة شيفروليه كامارو والتي يحاول التوفير حتى أدفع ثمنها؟ وماذا عن الجسد اللائق للظهور على الشاطئ الذي أجاوع نفسي حتى أصل إليه؟ وقد دفعت مالاً كثيراً للحصول على تلك الآلة الرياضية. وماذا عن البيت الكبير على شاطئ البحيرة الذي أحلم به دائماً؟ إذا توقفت عن المبالاة بهذه الأشياء. فلن احقق شيئا على الاطلاق انا لا اريد ان يحدث لي هذا يسرني انكم تطرحون هذه الاسئله هل لاحظت في يوم من الايام ان انجازك في امر من الامور يتحسن بعض الاحيان عندما يقل اهتمامك به وقلقك عليه لاحظ كيف يكون الشخص الذي يكون اكثر الاحيان الاقل استثمارا في نجاح شيء ما هو من ينتهي به الامر الى تحقيقه في آخر المطاف ولاحظ كيف أن كل شيء يبدو كأنه يتخذ من موقعه الصحيح من تلقاء نفسه عندما تكف عن الإفراط في الاهتمام به فما يعني هذا؟ ما يثير اهتمامي في القانون التراجعي هو أنه يدعى بالتراجعي لسبب وجيه إن لعدم المبالغة في الاهتمام مفعولا عكسيا إذا كانت ملاحقة ما هو إيجابي أمرا سلبيا، فإن ملاحقة السلبي تولد ما هو إيجابي. الألم والمشقة اللذين يعرض المرء نفسه لهما في صالة التمرينات الرياضية يؤديان إلى صحة أفضل وإلى طاقة أكبر، وحالات الفشل في الأعمال هي ما تقود إلى فهم أفضل لما هو ضروري من أجل تحقيق النجاح. والأمر الغريب وأن كونك منفتحا على منابع قلة أمانك يجعلك أكثر ثقة بنفسك ويجعل الآخرين أكثر إعجابا بك. إن ألم المواجهة الصادقة هو ما يولد أكبر قدر من الثقة بك ويولد احترامك لدى معارفك. كما أن معاناتك عندما تجتاز مخاوفك وكل ما يقلقك هي ما يسمح لك ببناء شجاعتك ومثابرتك. أستطيع مواصلة طرح الأمثلة، لكن الفكرة وصلت. ألم تصل؟ كل ما له قيمة في الحياة يجري كسبه من خلال التغلب على التجارب السلبية التي ترافقه، وأي محاولة للهروب من السلبي أو لتجنبه أو لإسكاته أو لقمعه لن يكون لها إلا أثر عكسي. تجنب المعاناة ليس إلا شكلاً من أشكال المعاناة نفسها، وتجنب الصراع صراع في حد ذاته، وإنكار الفشل فشل بدوره. وإخفاق ما نخجل منه هو خجل نظهره. الألم خيط من خيوط نسيج الحياة، وليس اقتلاعه من ذلك النسيج أمرًا مستحيلًا فحسب، بل هو يدمر النسيج نفسه. تؤدي محاولة اقتلاعه إلى تفكيك كل ما هو مرتبط به، وليس محاولة تفادي الألم إلا مبالاة بالألم أكثر مما يجب. وعلى النقيض من هذا، إذا كنت قادرًا على شيء من اللامبالاة تجاه الألم، فانك تصير شخصا لا يمكن ان يقهر لقد اهتممت اهتماما زائدا باشياء كثيره في حياتي وابديت ايضا قدرا من اللامبالاه تجاه اشياء كثيره ومثل ما هي الحال مع الطرق التي لم نسر فيها فقد كانت اللامبالاه التي ابديتها هي ما صنع الفرق كله. هنالك احتمال لان تكون قد عرفت في حياتك شخصا اتفق له في وقت من الاوقات انه لم يظهر اهتماما بشيء ما، ثم لم يلبث ان حقق نتائج مدهشه، ولعل هنالك وقتا من حياتك لم تكن تبدي فيه كبير اهتمام بشيء من الاشياء ثم بلغت قمه استثنائيه متميزه في ذلك الشيء تحديدا. اما عن تجربتي الخاصه فقد تركت عملي النهاري في قطاع المال بعد ستة أسابيع فقط لأبدأ عملا في مجال الانترنت حقق نتائج طيبة حقا ضمن الأشياء التي لم أهتم بها كثيرا ينطبق الأمر نفسه على القرار الذي اتخذته ببيع معظم ممتلكاتي والذهاب للعيش في أمريكا الجنوبية وبماذا كنت أبالي لا شيء ذهبت وفعلت ذلك فقط إن تلك اللحظات من الاهتمام هي اللحظات التي تحدد مسار حياتنا اكثر من غيرها التحولات الكبرى في حياه المرء المهنيه والاختيار العفوي لترك الدراسه والانضمام الى فرقه غنائيه والقرار بالتخلص اخيرا من الصديق المزعج الذي ضبطته عده مرات مرتديا ملابسك الداخليه. عدم المبالغه في الاهتمام بامر ما هو ان يبدا المرء مواجهه اكثر تحديات الحياه صعوبة واثارة للخوف مع بقائه قادرا على الفعل. صحيح ان هذه اللامبالاة قد تبدو امرا بسيطا من الناحيه الظاهريه، لكنها سله جديده مليئه بالمفاجات المختبئه تحت غطائها. لست اعرف لهذه الجمله الأخيرة أي معنى لكني لا أبالي تبدو سلة المفاجآت أمرا رائعا فنرى ما فيها يمضي أكثرنا مكافحا في الحياة من خلال المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة في حالات كثيرة لا تستحق اهتماما منا نهتم وننزعج كثيرا من عامل محطة البنزين الوقح الذي رد إلينا بقية المبلغ بقطع معدنية صغيرة وننزعج ونهتم كثيرا عندما يلغى برنامج نحبه في التلفزيون ونهتم أكثر مما يجب بكثير عندما لا يبدي زملاؤنا في العمل أي اهتمام بسؤالنا عما فعلناه في عطلتنا الرائعة، وفي تلك الأثناء تصل ديوننا عبر بطاقات الائتمان إلى أقصاها، ويكرهنا حتى كلبنا، ونجد أخانا الصغير يتناول المخدرات في الحمام. لكننا نظل مصرين على الانزعاج من القطع النقديه الصغيره ومن الغاء برنامجنا المفضل في التلفزيون انظر جيدا هكذا يجري الامر سوف تموت في يوم من الايام أعرف أن هذا أمر واضح، لكني أردت تذكيرك فقط إن كنت ناسيا. أنت وكل من تعرفه سوف تموت بعد وقت ليس ببعيد، وخلال الوقت القصير الباقي لك بين هناك وهناك، ليس لديك إلا مقدارًا محدودًا من الاهتمام الذي تستطيع بذله. إنه مقدار محدود جدًا في واقع الأمر، فإذا مضيت هنا وهناك مهتمًا بزيادة عن اللزوم بكل شيء وبكل شخص من غير تفكير واعٍ، من غير انتقاء. فما اقول لك حسنا هذا يعني انك ستخسر من كل الجهات هنالك شيء اسمه فن اللامبالاة الذكيه صحيح ان الفكره قد تبدو سخيفه وقد ابدو كانني شخص معتوه الا ان ما اتحدث عنه الان هو من حيث الاساس تعلم كيفيه تركيز الافكار وترتيب اولوياتها ترتيبا فعالا كيفيه انتقاء وقت